وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قيل واجعلوا بيوتكم قبلة وجئوا بيوتكم قبل القبلة، أي وجئوا البيوت عند بنائها قبل القبلة أي ناحية القبلة. وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعل يا موسى واجعل يا هارون بيوتكم قبلة لبني إسرائيل يأتمون إليها يأتون إليها يتعلمون فيها أو يصلون فيها. من العلماء من أخذ من ذلك جواز الصلاة في البيوت عند الخوف من فتنة الظالمين، ففرعون كان ظالما، فمن العلماء من أخذ من قوله جل ذكره واجعلوا بيوتكم قبلة جواز الصلاة في البيوت عند خوف الفتنة عياذا بالله من الفتن. ولقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتلينا، يعني في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، حتى كان الرجل منا يصلي في بيته قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. قيل إن اللام هنا لام العاقبة، أي ربنا إنهم اتخذوا الأموال التي آتيتهم والزينة التي مننت عليهم بها اتخذوها، فكان عاقبة اتخاذهم لها أن صرفوا الناس عن دينك وصرفوا الناس عن طريقك. فقوله ربنا ليضلوا عن سبيلك أي ربنا استعملوها ليضلوا عن سبيلك واتخذوها ليضلوا عن سبيلك، فهي لام العاقبة عند فريق من العلماء. ولعله قد بين أمر لام العاقبة من قبل كما في قول الله تعالى على قول شهير عند المفسرين فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه في ظاهر أمرهم وفي نواياهم ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما التقطوه كما قالت امرأة فرعون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا، فسمى البعض اللام لام العاقبة. ومن أمثلتها عند أشعار العرب أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها أي أننا نجمع الأموال للورثة وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، كذا قال فريق من العلماء في بيان لام العاقبة. قال موسى وهارون عليهما السلام في شأن فرعون وما أوتاه وجنده من زينة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ثم دعا عليهم موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في قوله ربنا اطمس على أموالهم من العلماء من قال كانت عملة كالعملة الفضية أو الذهبية منقوش عليها نقوش، منقوش عليها نقوش تعرف بها أنها عملة، فإذا قيل اطمس على أموالهم امحوا الكتابة التي على الأموال فتصبح كالفضة العادية التي ليس لها قيمة لأنها ليست بمضروبة، لأن الضرب يكلف، يعني ضرب الختم على العملة يكلف. فمن العلماء من فسر قوله تعالى قول موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم أي امحوا معالمها فتصبح كأنها لا شيء، كذا قال فريق كبير من المفسرين. وقال فريق آخر من العلماء الطمس المراد به المحو من الأصل، أذهبها ودمرها يا ربنا.
كذا قال فريق آخر من العلماء. والطمس كما هو معلوم المحو، ربنا اطمس على أموالهم. ومن معاني الطمس كما في كتاب الله سبحانه: آمنوا بما نزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فقوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها، قيل نطمس وجوها نجعل الوجه كالقفا، تمحى معالم الوجه كلها، فلا عين ولا أنف ولا فم ولا جبهة ولا خدود، إنما يصبح الوجه في معالمه كالقفا سواء بسواء. وإن كان ثم قول آخر أن تجعل العين في الخلف والقفا من الأمام، لكن من قبل أن نطمس وجوها قيل نطمسها نمحو معالمها فيصبح الوجه كالقفا. فهذا قد يفسر به ربنا اطمس على أموالهم، يعني أمحو العلامات والمعالم التي على أموالهم، واشدد على قلوبهم اجعلها قاسية لا يتسرب إليها إيمان ولا تنتفع بهدى، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كذا دعا موسى عليه السلام على قومه فأخذ منه